بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بشرى لمن مات غريقا أو في حادث أو في وباء. الحقيقة هذه البشرى ليست مني أيها الأحبة، بل من الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، بشر بها ذوي هذا الإنسان الذي مات نتيجة حادث أو مات غرقا أو مات حرقا أو مات بنتيجة وباء أو مرض معدي. دعونا أولا نستمع لهذا الحديث ثم نتأمل كلمات هذا الحديث الشريف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، يجرها ولدها بسرره إلى الجنة، وفي رواية: والمبطون شهيد والمطعون شهيد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذا الحديث، يعني أنا قبل كل شيء فاجأني حقيقة. طيب، ما هذا الكرم النبوي؟ يعني إنسان مات غرقا نتيجة خطأ معين، نتيجة حادث معين، أو امرأة ماتت وهي تلد طفلا، أو امرأة ما حامل ماتت نتيجة مرض معين، أو إنسان مبطون أصابه مرض في بطنه، إنسان أصابه وباء مثل كورونا أو غيره. طب كل هؤلاء شهداء؟ نعم، هذا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طب لماذا هذه الفئة تأخذ أجر الشهيد؟ سأقول لكم أيها الأحبة. طبعا الحديث في البداية يبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام يجامل الناس. لا، النبي لا يتكلم إلا حقا. المؤمن الذي يموت في سبيل الله هذا يعطى أجر الشهيد، ويكون يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الحقيقة أيها الأحبة، الله عز وجل يعوض من مات نتيجة وباء أو مات بحادث، سواء حرقا أو غرقا أو أي حادث آخر، قد يكون حادث طائرة، حادث سيارة، يعوضه، يعطيه أجر الشهيد. ولكن هنا لكي لا نفهم، لأن الملحد قد يموت غرقا وهو ينكر وجود الله. لا، هذا الكلام بالنسبة لمن يؤمن بالله أولا. طيب فرعون مات غرقا، هل هو الشهيد مثلا؟ لا. إذن أخي الحبيب، أنا أول شيء أستفيده من هذا الحديث أنه يجب علي أن أسارع للإيمان بالله والعمل الصالح، وأن أكون دائما على طهارة ومؤدي للفروض التي فرضها الله علي، وبخاصة الصلاة، وأعمل حسابي إذا متت أموت إن شاء الله شهيدا. إذا قدر الله لإنسان أن يموت موتا بحادث أو غرق أو كذا، لكي يكتب مع الشهداء يجب أن تكون حياته أصلا من أجل الله، ويجب أن يكون مؤديا للفروض التي عليه. وطبعا حتى لو كان مقصرا بعض الشيء، الله يغفر سبحانه وتعالى، ورحمتي وسعت كل شيء. ولكن الأساس أيها الأحبة النية،
الأساس أن نيتك تكون خالصة لله عز وجل. طيب بالنسبة لمن مات غرقا مثلا، أو مات حرقا، أو مات بحادث أو نتيجة وباء، هذه بشرى يواسي بها النبي عليه الصلاة والسلام أهل هذا الإنسان، زوجته، أولاده، أهله، أبويه أو أبنائه، مواساة لهم عندما يعلمون أن هذا، يعني لأن الصدمة تكون كبيرة في حالة الموت المفاجئ هذا أيها الأحبة. وبالتالي أراد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جعله الله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أن يذف هذه البشرى، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، هكذا وصفه الله سبحانه وتعالى. فهذه البشرى من النبي أيها الأحبة تجعلنا بالفعل إذا فقدنا عزيزا أو فقدنا قريبا نتيجة حادث معين، فهو مواساة لنا، يعطينا الشيء من السرور، يعني يضفي على حياتنا نوع من القبول والرضا، نقول الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى اختار هذا الإنسان بهذه الطريقة أن تكون يعني خاتمته بهذه الطريقة، لحكمة هو يعلمها لكي يرحمه ويكرمه ويغفر له، لأننا نعلم أن الشهيد يغفر له ذنبه كاملا. الذين حاربوا مع النبي عليه الصلاة والسلام منهم من لم يعمل الكثير من الحسنات، ومنهم لم، يعني كان حديث عهد بالإسلام، كان لديه أخطاء في الجاهلية، ربما كان يشرب الخمر، ربما كان يئد البنات، ربما قتل، ربما ظلم، ربما ارتكب الفواحش، كل هذا يغفره الله ببركة الشهادة. كذلك أخي الحبيب الذي يموت غرقا أو يموت بحادث معين أو بوباء معين، يغفر الله له ذنبه، ولكن بشرط، هناك شرط أساسي أيها الأحبة، أن يكون موحدا. الذنب الوحيد الذي لا يغفر، لذلك أنا أقول للأحبة الملحدين، نحب لهم الخير، نقول لهم يا أخي رجاء آمن بالله بينك وبين الله، يعني قلبك ازرع فيه الإيمان. الذنب الوحيد الذي لا يغفر هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا، وفي آية أخرى فقد ضل ضلالا بعيدا. أنت تفتري إثم واضح على الله، تقول لا يوجد إله، طيب من الذي خلقك؟ من الذي رزقك؟ من الذي يسير خلايا دماغك هذه؟ الطبيعة؟ طيب أين هي الطبيعة؟ لا نعلم. لذلك يجب أن يكون قلبك معلقا بالله سبحانه وتعالى، أن تكون على تواصل مع الملك سبحانه وتعالى لكي يكرمك الله عز وجل، ولكي تكون من الفائزين بجنته، وتكون إن شاء الله مع الصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويرحم أمواتنا وأمواتكم جميعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.